الجوي في القاهرة وسط هذه الأجواء الجزائرية المصرية العربية الأمازيغية المغربية التونسية الموجودة في مدرجات ملعب الدفاع الجوي في حضور جزائري يقدر بثلاث ألاف مناصر جزائري من جاليتنا الجزائرية الموجودة في القاهرة من الجزائريين الذين تنقلوا من الجزائر ومن أولئك الذين تنقلوا من كل بقاع الدنيا لأرض أم الدنيا في مصر لحضور لحضور مشاركة جديدة هي 18 بالنسبة للمنتخب الجزائري في مجموعة كينيا السنغال وتنزانيا. قبل هذه المباراة طبعا السنغال كانت تفوقت على تنزانيا بهدفين مقابل صفر. أجواء كبيرة في مدرجات ملعب 30 يونيو قبل ثواني من دخول الفريقين لأرضية الميدان في أول مواجهة جزائرية كينية في نهائيات كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ. الكينيون الذين يشاركون لسادس مرة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية يعودون إلى المشاركة بعد 15 عاما من الغياب منذ سنة 2004 في تونس. الجزائريون الذين سيخوضون هذه البطولة من دون ضغوطات كبيرة جدا سواء كانت إعلامية أو جماهيرية مقارنة بالضغوطات الكبيرة التي كان يعيشها اللاعبون الجزائريون في مشاركات سابقة، خاصة وأن منتخب بلادهم منتخب بلادنا شارك مرتين متتاليتين في نهائيات كأس العالم 2010 و2014، فطبيعي أن الجماهير الجزائرية كانت تأمل في أن تكون مشاركتنا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية أفضل بكثير مما كانت عليه فيما سبق. ولكن الجوي أن في العاصمة المصرية لديك سخر مايكل في خمس سنوات المنتخب الجزائري لباس أبيض على يسار الشاشة على الفارس بونجاح في أول كرة وبين محمد فارس المدافع الأيسر في تترقى من هناك خطيرة بابا 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 يوسف إبلايلي ولالا رائع أنت يا عيسى مندي وأروع هنالك يا إبلايلي. الكرة في الخلف، الكرة في العمق خلف مدافعي منتخب كينيا وأول كرة ليوسف بلايلي كاد مثل أومندي ليلعب في السويد. رياض محرز بينية الاستناد على بغداد بونجاح رياض هذه الركنية الدفاع يخرجها مباشرة في التماس لرياض. كذلك جمال بالعمري في الخط الخلفي كرة بعيدة الاعتماد على الكرات الطويلة والبعيدة بونجاح راح بونجاح وصلته بونجاح والتغطية الدفاعية عن طريق عاصم مجددا. رياض محرز يلحق على هذه الكرة تغطية دفاعية من هنالك تروح لبنس لمدافع عبود عمر سهلة لرئيس وهاب بلحي هذه الكرة. وسمعت حتى مدرب فينيس يقول نفس الكلام أو هنا مع المنتخب الجزائري، ولكن هناك ميكانيزم. من جمال عنده الكرة الآن بالعمري جمال بالعمري لإثبات وجوده وفي صناعة الفارق تكلفه في بعض الأحيان غاليا. شفناه على الجهة اليسرى توصل مباشرة لماسيكا في اتجاه عدلان قد يرى يرفع كرة بعيدة من هنالك ناحية بلايلي أو بنجاح رقم في الكرسي الاحتياط حتى هو ثري بالنسبة للتشكيلة الجزائرية مع زدين كرتك مع الترجي والمنتخب الجزائري كرة بعيدة خطيرة السمن. الضغط العالي جزائري يوسف البلايلي حاول يمر والحكم يصفر له خطأ لصالح رامي بن سبعيني. رياض يرفع كرة بعيدة للأمام من هنالك لبغداد والدفاع يتدخل استلم أبو نجاح ورياض أبو نجاح راح أبو نجاح تخل الحكم ماذا قال داخل منطقة العمليات يا سيد الحكم؟ البطاقة الصفراء للمدافع عبود عمر. هل ألم يكن داخل منطقة العمليات يا سيدي؟ مرة ثانية يرفع الكرة بشكل خطير ولا رياض يتقدم رياض يسدد ولا لا الكرة في الركنية تروح من هنالك في الوسط ناحية ماسيكا في صراع عدل سفيان فغولي حتى تغطية دفاعية من هنالك وسفيان فغولي يرتكب خطأ. نعم يقول حق أو عفنا عندنا بالعمري وعندنا مندي خطير يوسف البلايلي يطلبها سفيان ولكن لم تصل وينكم وين رامي بن سبعيني خرج له يوسف البلايلي استلمها دخل رامي بطاقة أخرى لأوتشينو مدافع اليسرى ماسيكا التغطية الدفاعية من الميات الإفريقية عارفوا عدلان قديورة ماسيكا يوسف عطال ماسيكا تمر من ماسيكا وتمر من ريالي واصل جمال بالعمري هيلة منه وخطأ كل حكم المباراة
ارتكبه دقيقة لعب. تعيس غير مزعج هجوميا يعني. يلعب جول وتغطيطة بابا 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 يوسف البلاي اللي سدد كرة سفيان والحارس يصد كاديات الجول واليوم انطلق كرة هاي العطال لا يا يوسف يستلم الكرة يلعب يوسف البلايلي يوسف البلايلي يبحث عن بنجاح والحكم يصفر له خطأ سفيان ما زال عنده الكرة هاي يا أيوة خطأ يكون حكم المباراة من الكرات البعيدة يا جمال بالعمري قوة يدخل وكذلك بن ناصر رياض بابا 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 صعبة مرت ببضع سنتيمترات هذه الكرة مرت سلامات على الحارس شوف القوة كاديات الجول من كرة ثابتة لو لم تضرب فيك شكون انت سفيان يوسف البلايلي استلم الكرة محاصر مازال او بنجاح عفوا ويستفيد من خطأ يصفر له عطى دخل عطى راح عطى مازال عطى عطى ضرب جزاء وضرب جزاء يا سيدي الحكم فعلها في اول لعبة وفي اول هربة في اول دخلة وفي اول المحاولة هجومية يوسف عطال يتحصل على ضرب جزاء والحكم المالي محمد كايتا ينتظر طبعا ليس هنا يستعد بغداد با 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 جول بالبراءة وبالروعة وبالأناقة يا سلام بغداد يا بغداد يا بنجاح ينجح في هز الشباك وتسجيل أول أهداف المنتخب الجزائري في المونديال الإفريقي بغداد بنجاح فعلها وسجل هدفه الأول الهدف الحادي عشر لبغداد في 22 مباراة مع المنتخب الجزائري بمعدل هدف في كل مبارتين يحق لك أن ترقص وإحنا نصفقولك ونغنيولك كذلك هاي اللعبة انت يوسف عطال والتوغل ولكن الولد هذا لا يصبر يجب أن تتعلم الصبر في الكرة حتى يشجعوا في بعضهم البعض في هذه البطولة 3000 مناصر جزائري وانياما بعيدة 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 راحت يا يوسف على وجههم رياض خطورة ولا توزيع عطال تسديدة مرة سلام اسماعيل بن ناصر كرة خطيرة اسماعيل بن ناصر جول وجول وجول يا رياض جول إلياي جول يسوي هدف يا رياض للمنتخب الجزائري في الدقيقة 43 ضربة رائعة من يوسف بلايلي يلعب مع اسماعيل بن ناصر صغيرنا يمررها لكبيرنا رياض الذي يأتي وبأسرع حطها في الجول شوف اسماعيل ماذا فعل راوغ ومرر توقف ثم استلم دخل فوزع رياض بيسرى ضربت في المدافع ودخلت جول شكرا يا عمار يا عبود على هذه الكرة التي أدخلتها كرة رياض راحت في الجول هدف ثاني هدف حادي عشر وما أوتينو هو اللي دخل بسرعة بالرأس بغداد بنجاح يبعث عن يوسف بلايلي والتغطية دفاعية من هنالك عليهم الضغط ولكن 2-0 الأمر مريح في وقت أندي دولور في المزال سفيان وتوزيع رائعة يوسف البلايلي والدفاع واسمعين اسماعيل بن ناصر ليبحث عن بغداد بنجاح كرته لم تصل كانت خسيرة كرة اسماعيل اسماعيل بن ناصر يوسف بن سبعيني بن سبعيني لبن ناصر هاي كرة جول هاي كرة جول هاي كرة جول ترجع لاسماعيل بغداد واسماعيل يو 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 تدخل قوي من امام اسماعيل بن ناصر كل متموقع بالشكل اللازم والتغطية من جمال العمري بروعة سفيان سفيان بابا بابا رائعة ولا اللاعب اوميندي ورويس يخرج الكرة خليهم يرتاح نعم ولكن بشرط اننا نضيف الهدف الثالث ممكن حتى بالعمري في الوسط ليوسف بلايلي في تدخل خشن من الخلف هنا نيجالي الذي فاز بدوره على تنزانيا اكيد فكر في المباراة الثانية يا جمال عناصر المنتخب الكيني في خطأ على جمال بالعمري نعرف جمال ماذا تعانيه امام رامي يوسف رامي دخل رامي رامي بن سبعيني توزيع رائع الحارس يرى مرة ثانية هل ضيعتها وصلت لي بنجاح وضع تسلل يقول حكم المباراة وانطلق رياض وعطل مرة ثانية أصيب كثيرا نعم مصيبة كثيرا وتأثر كثيرا وين رايح يوسف يغطي كورتو والخطأ يقول حكم المباراة لصالح